ظاهرة التدخين بصفة عامة وأيضا تسليط الأضواء على خطورة السيجارة الإلكترونية، الظاهرة التي تفشت بين صفوف المراهقين والمراهقات المتعلمين والمتعلمات، والظاهرة التي أصبحت يعني تؤرق كل مكونات يعني المنظومة وكل مكونات المجتمعية، أصبحت تؤرقها بشكل كبير. يعني وفي إطار مقاربتنا التحسيسية والتوعوية، أثرنا أن ننخرط في الحملة الإقليمية المنظمة من طرف المديرية الإقليمية الحي الحسني، بشراكة مع المجلس الوطني لحماية الشباب من أضرار المخدرات، وأيضا بشراكة مع جمعية أمهات وأباء وأولياء أمور تلاميذ، أن ندوى بدلونا وأن ننخرط بشكل إيجابي في التحسيس والتوعية بأخطار وأضرار السيجارة الإلكترونية وأيضا تدخين السيجارة العادية وأيضا تدخين المخدرات وتسليط الأضواء على بعض المخدرات الخطيرة جدا التي تؤثر على التحصيل الدراسي للمتعلمين والمتعلمات، وأيضا تؤثر على سلوكياتهم التي قد تنتج عن إدمانهم لأنواع خطيرة من المخدرات، إذ يتولد لدينا العنف سواء داخل أسوار المؤسسة أو بمحيط المؤسسة. بالنسبة للنشاط ديال اليوم اللي هو حول التحسيس بمخاطر ديال الإدمان، جاء في إطار أنه بالنسبة للمؤسسة فيها بزاف ديال الحالات أو بزاف ديال التلاميذ اللي عندهم هذا المشكل ديال الإدمان، دونك جاء هذا النشاط باش نحسوهم بالخطورة ديال الإدمان. وفي هذا الصدد تنبغي نوجه واحد التحية كبيرة لرئيس المؤسسة، وكنبغي نوجه واحد التحية لرئيس الجمعية نور الدين أديب، وكذلك رئيس جمعية الآباء يوسف عبدو، وإن شاء الله هي بداية لبزاف ديال اللقاءات أخرى باش نحسوا خصوصا بهذا المشكل ديال الإدمان، لأنه ولا مشكل اللي ولا كيسبب لنا في مشاكل أخرى، أنه التلميذ ما تتبقاش عنده الرغبة ديال القراية، ما تيبقاش مازال يبغي يجي للمؤسسة. مؤسسة عبد الله كنون، كنبغي نشكر السيد المدير وجمعية الآباء على هذه البادرة الطيبة اللي داروا لنا، والسيد نور الدين أديب كنشكرهم اللي بغاو يعاونوا على البلية وعلى تيد المخدرات والسيجارة. كنبغي نشكرهم يا ربي يكونوا أطفال ديال المؤسسة يكونوا استفدوا منهم اليوم، وداز نهار زوين معهم. كنبغي نشكرهم بزاف على البادرة الطيبة اللي داروا لنا. يدخل في إطار واحد برنامج ثانوي اللي سطر المجلس في إطار التحسيس والتوعية داخل المؤسسة التعليمية. ما نقولش كان اليوم واخر نشاط، وانما هو البدايه ديال يعني ان شاء الله السنه المقبله. الهدف ديالنا او التواجد ديالنا داخل المؤسسه هو تحسيس التلاميذ والتلميذات بخطوره هذه الافه القاتله الفتاكه اللي هي السيجاره الالكترونيه. كتعتقدوا بان السيجاره الالكترونيه جات من اجل بديل او اقلاع عن السيجاره العاديه، وهذه يعني فكرة كاعتقدوها هي خطأ. السيجارة الإلكترونية أخطر بكثير من السيجارة العادية. إحنا اليوم جينا باش نوعيهم، وفعلا الحمد لله داز نشاط يعني في المستوى، وليدات استفدوا ما كانوش عارفين هذه المعلومة هذه بأن السيجارة الإلكتريك ما هي يعني خطيرة. حاولنا يعني نفسروا اليوم ووضحوا اليوم بأن السيجارة العادية هي عبارة عن طابة، والسيجارة الإلكترونية هي عبارة عن واحد سائل، كاين واحد الفرق يعني بيناتهم يعني كبير بزاف. بالنسبه للسيجارة العاديه هي مصنوعه من طابه وهي قاتله وفتاكه وكتسبب لنا واحد الامراض خطيره بزاف، في حين السيجاره الالكترونيه اخطر من السيجارة العاديه، فهي فيها مواد سرطانيه. الحمد لله استوعبوا الفكره، خرجوا يعني فرحانين حاملين معهم واحد المعلومه اللي كانوا مجهلينا. تمنى من الله تكون هذه بدايه، دائما تنقول البداية للسنة المقبلة إن شاء الله بإذن الله.